الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صباحكم الله بالخير مشاهدينا وحياكم في حلقة جديدة من برنامجكم في الضحى. صباح الخير حنين. صباح الخير شيخة. صباح نور إبراهيم وحنين وصباحكم الله بالخير مشاهدينا. صباحكم قطعة من الحياة وكوب مملوء بالفرح والأمل الدافئ وأيضا الصبر. صباحكم الله بالخير زملائي. صباح النور والسرور أختي شيخة والحمد لله على السلامة أخوي إبراهيم وصباح الخير مشاهدينا وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج في الضحى مع اللوحات الجميلة والمشاهد الجميلة والأغاني الوطنية. نبتدي صباحنا. عيشي يا قطار يا قطر عيشي عيشي يا قطر يا قطر عيشي عيشي يا قطر عيشي عيشي يا قطر عيشي. الطير لك غنى في يوم فرحنا الطير لك غنى في يوم فرحنا. غنت أغاني الحب حب بلدنا غنت أغاني بلدنا. عيشي يا قطر عيشي يا قطر عيشي. الكل يبحث عن السعادة من مفهوم مادي ومفهوم معنوي، والسعادة تكون طبعا مع القرب من الله سبحانه وتعالى، ولذلك فهي تأتي لمن استحقها وليس كل من يتمناها، فهي لا تأتي بالتمني بل برقي الروح. صباح الخير وصباح السعادة وصباح الرقي. صباح النور حنين. طبعا لما تكلمي عن السعادة أنا جدا سعيد برجعتي حق
فريق في الضحى. ولما نتكلم عن السعادة شيخ نتكلم أيضا عن التفاؤل وجميع المعاني الإيجابية. ولما نقول كيف نكون كيف أكون إنسان إيجابي، فقط إني أنا أبتعد من الأشياء السلبية. أكيد أنا أحب طبعا أقول إن شاء الله اليوم بيكون أجمل بإذن الله، لكن أنا عندي مفهوم السعادة يرتبط بالصحة النفسية. يعني بعطيك تشبيه بسيط، هذا الكوب مليان ماي، خلنا نعتبر أن هذا الكوب هو الجسد والماي هي النفس. لو حطيت ماي بارد راح يصير الجسد بارد، لو حطيت ماي حار اللي هو النفس راح يصير الجسد صحيح. ايضا حار. يعني دائما لازم احنا نحاول نحافظ على صحتنا النفسيه من خلال تطوير نفسنا، يعني انتزاع المشاعر السلبيه او زرع بدالها مشاعر ايجابيه وتطويرها ايضا. اما الجسد نحافظ عليه من خلال شنو؟ الرياضه، بالسعاده، بكل شيء. أيوة، على والغذاء ايضا. والغذاء اكيد. شيخ لما نتكلم عن الصحة النفسية، خاصة احنا اليوم في مشكلة تواجه الكثير وتقريبا في كل بيت. احنا لما نشوف الأطفال اليوم 24 ساعة على الآيباد وعلى الأجهزة الإلكترونية، يعني هاي الصراحة شيء يعني سلبي جدا يأثر على حياة الطفل. فأنت إيش رأيك في هذا الموضوع؟ أكيد هاي أنا عشان شيء تكلمت اليوم عن الصحة النفسية، لأن جدا خطير الموضوع ومهم أن إحنا نخلي عيالنا دائما مرتبطين بألعاب إلكترونية موجودة داخل البيت، وبالتالي يصير الحديث بينه وبين هذا الجهاز الآلي. كثير من الأمراض انتشرت يمكن في مجتمعاتنا العربية وحتى الغربية، اللي هي أمراض مثل التوحد وأمراض أيضا التنمر أو العنف. هذه كلها يأتي من شنو؟ من عدم مراقبة الأهل الأطفال وتركهم لي طبعا ساعات طويلة من اليوم بعد المدرسة في هذه الألعاب الإلكترونية. أكيد إحنا ما ننكر أن في هذه الألعاب الكثير من الفوائد، لكن إحنا دائما نخصص للطفل وقت معين، ساعة في اليوم، ساعتين، يعني ما نخلي الطفل على راحته كثر ما هو، خاصة أن هالشيء يعني يخليه يفقد تواصله مع أسرته، مع المجتمع. صحيح. مشاهدين الكرام، ايش رايكم نشوف تقرير يتكلم عن الصحة النفسية لدى الأطفال وإدمانهم على الأجهزة الإلكترونية؟ نشوف هذا التقرير. بات عدد الشاشات الإلكترونية التي يتعرض لها الأطفال بشكل يومي متسارعاً في الزيادة، مما يؤدي لتأخر النمو الاجتماعي والوجداني للطفل ويفقده تواصله مع الأسرة والمجتمع. فالأطفال من عمر الثانية يحتاجون للتواصل بشكل مباشر مع محيطهم الخارجي، والذي يكسبهم العديد من المهارات الحياتية غير المتاحة في عالم الفيديو، والذي لا يشابه واقعنا في شيء. وعلى الرغم من الفوائد المتعددة للأجهزة الإلكترونية، إلا أن استخدامها بشكل متكرر يساهم مباشرة في زيادة معدل حالات العزلة والتوحد واضطراب السلوك عند الأطفال. ويبقى وعي الأسرة في تقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية والبحث عن بدائل حيوية لتعزيز مهارات الطفل وشغل وقته بالأنشطة الاجتماعية مع أقرانه وأفراد الأسرة سبباً في تقليل إدمانها ووسيلة لحماية الأطفال من مخاطرها المختلفة. كل من انضم إلى متابعتنا حياكم الله، وما زلنا في بداية المشوار. نفس ما تعودنا في أولى الفقرات دائما ناخذكم في جولة على صحفنا المحلية الشرق الوطن والراية والعرب، وأخبار مختلفة ومتنوعة. والتقرير اللي تكلمنا عنه اليوم تقرير جدا مهم، لأن احنا قاعدين نتكلم عن ظاهرة قاعد نشوفها بكثرة. سبق وتحدثنا عنها من خلال استضافتنا لإخصائيين ومختصين في هذا الجانب، بالإضافة ان احنا نسلط الضوء عليه من خلال مجموعة من التقارير كذلك. نرجع إلى فقرتنا الأولى، وأول أخبارنا راح يكون من جريدة الشرق. في الشرق وإنجازات مختلفة عديدة تشهدها قطر، وتحديدا أشغال لأنها تفتتح ثلاث جسور جديدة بطريق الخور السريع.
قال المهندس بدر درويش مساعد مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة أشغال العامة أشغال إن أعمال مشروع طريق الخور السريع تسير على قدم وساق حسب المخطط الزمني والذي من المقرر الانتهاء منه في الربع الرابع من 2019 حيث بلغ إنجاز المشروع نحو 60% مشيرا طبعا إلى أن افتتاح ثلاث جسور هو أول إنجازات المشروع وقد تم الانتهاء منه قبل موعده المحدد ولله الحمد. هاي كان أول خبر من جريدة الشرق. ثاني خبر اخترنا لكم إياه من جريدة العرب ودائما نسلط الضوء على أهم الفعاليات والإنجازات التي تقام في دولة قطر والفعاليات الموجودة عندنا. عندنا ويش يطلق فعاليات أسبوع الدوحة للرعاية الصحية تحديدا. أعلن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش عن الأنشطة التي ستجرى خلال أسبوع الدوحة للرعاية الصحية والذي تنطلق فعالياته غدا الثلاثاء وتشمل الأنشطة التي تمتد على مدى 7 أيام إن شاء الله مجموعة من ورش العمل والفحوصات الطبية وأنشطة الرفاهية النفسية والبدنية للاهتمام طبعا بالجانب الصحي. وقاعد نشوف التطور الملحوظ في الجانب الصحي في جوانب عديدة كذلك حتى في الجانب التعليمي. فبما احنا ذكرنا الجانب التعليمي في جريدة الراية راح نتحدث ونتناول هذا الموضوع مع الاختبارات اللي احنا قاعد نشوفها الحين والنتائج اللي ان شاء الله راح تكون قريبة نتائج اختبارات منتصف الفصل 18 نوفمبر. في هذا الخبر تحديدا أنهى طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية أمس اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول فيما يستكمل طلبة الصفين 10 و11 غدا وبعد غد أداء اختبارات منتصف الفصل في مادتي الأحياء والتربية الإسلامية. إلى ذلك طبعا حددت إدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي بحسب معلومات للصحيفة 18 من نوفمبر الجاري موعد لإعلان نتائج اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول لطلبة النقل للعام الجاري 2018 و2019 والله يوفق جميع طلابنا وطالباتنا. وفي آخر خبر من جريدة الوطن وانطلاق مؤتمر تقدم 17 نوفمبر. تنظم جامعة قطر مؤتمر القيادة الطلابية تقدم في نسخته الرابعة يومي 17 و18 نوفمبر الجاري تحت رعاية سعادة الشيخ المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني في قاعة ابن خلدون بالجامعة. يهدف طبعا إلى خلق بيئة ديناميكية تفاعلية تركز على تنمية المهارات القيادية لدى الطلبة من خلال طبعا تقديم الدورات التدريبية التطبيقية المختلفة في مجال القيادة ما يساهم طبعا في تمكين الشباب على المستوى المحلي المستوى الوطني المستوى الإقليمي والعالمي كذلك. فأنشطة وفعاليات ومبادرات يعني والله الحمد كثيرها كلها تخدم في خدمة المجتمع وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة بالتأكيد ليكون عندنا قادة في مجالات عديدة وكثيرة بالتأكيد. هذه كانت جولتنا في صحفنا المحلية حاولنا قدر المستطاع زملائنا تكون سريعة وخفيفة ومتنوعة. يعطيك العافية الزميلة حنين على هذه الجولة الأخبارية المحلية. صراحة أنا عجبني موضوع أشغال وحاب أني أعلق عليه وأقدم لهم شكر هيئة أشغال العامة على اكتمال 60% من مشروع ثلاث جسور. والحلو في ذلك أنهم واجهوا تحدي كبير وسلموا المشروع قبل الموعد المحدد. وأنا دائما أحب أركز صراحة على الصحة النفسية والصحة الجسدية. أنا طبعا أحيي أيضا مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية وأيضا المستشفى الأهلي اللي راح يقوم فيهما أيضا فعاليات أسبوع الصحة. الأسبوع هذا مليء بكثير من الأنشطة والفعاليات. نتمنى من المجتمع المحلي أنهم يشتركون في هذه الفعاليات والورش ويستفيدون منها الاستفادة القصوى لأن بعد فيها معرض لكبار المصورين اللي قاعدين ينقلون صورة لبعض الأمراض أو بعض الأشياء اللي أثرت على صحة الإنسان من خلال صور
بعض صور المرضى في الحروب. ومن هذا الخبر الصحة راح ننطلق أيضا إلى شيء آخر مختص أيضا مرتبط قليلا بالصحة ومرتبط أيضا بالترشيد. المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرباء تقدم خدمات عديدة لإرضاء الجمهور، منها الخدمات التوعوية حيث تطلق حملات عديدة لتوعية الجمهور. من ضمن هذه الحملات أطلقت مؤخرا حملة درجة واحدة لترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك. عشان نعرف أكثر عن هذه الحملة ومن كان الشريك لهم في هذه الحملة، اليوم مستعدين نستضيف السيدة مريم المحمدي أخصائي اقتصاد في إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بكهرباء. نصبح عليك بالخير ونقول حياك الله. صباح النور. صباح عليك بالخير، نرحب فيك. في البداية لو تعطينا نبذة تعريفية عن هذه الحملة وشنو أهمية نشر الوعي في ترشيد الاستهلاك. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا سعيدة بتواجدي معاكم اخواني واخواتي اليوم في برنامج في الضحى. بداية ترشيد طبعا برنامج وطني يقوم على ركائز عديدة، منها واهمها الاستدامة، ولان احنا خلينا نقول ادارة مهتمين جدا بتوعية الجمهور وان كيف نوصل وننمي المجتمع، فاحنا خصصنا قسم كامل حق توعية المجتمع. من خلال هالقسم احنا نقوم على نقرب اكثر من الجمهور، نحاول نوصل حق اسهل الطرق وطرق عديده. فطبعا خلال حمله درجه واحده كان لنا شريك بالتعاون مع مطار حمد الدولي مشكور. من خلال هالحمله احنا نحاول نوصل حق المجتمع والجمهور كافه الفئات، ندعوهم حق التقليل من استهلاك المكيف. طبعا احنا الحين في الشتاء ففرصة اطلقنا فيها الحملة تحت شعار درجة واحدة تحدث الفرق. يعني انتو مثلا خلينا نقول اذا احنا نحط درجة حرارة المكيف على 20، خلينا نقول اذا زدناها على 1 أو 22 هي ممكن احنا نشوفها ما تأثر، بس في الحقيقة هي زيادة من 20 لين 21، او احنا نختار الدرجة الامثل 23 او 24، فعلى كل زيادة احنا نقلل استهلاك بنسبة 5% من الكهرباء. نعم. طبعا كمعلومة للجمهور، ترى المكيفات هي الاجهزة الاكثر استخدام واستهلاك للكهرباء، تقريبا يوصل حوالي الاستهلاك الى مقدار 60% من اجمالي استهلاك المنزل هي بس مكيفات. يعني احنا يمكن لان في دول الخليج يعني دائما احنا بيئتنا الصحراويه نحتاج الاستهلاك الكثير من الكهرباء وبالذات المكيفات، يعني ما نقدر نستغنى عنها. فاختياركم لمطار حمد الدولي بالذات يعني كشريك لاطلاق هذه الحمله اكيد كان مقصود. تكلمينا استاذه مريم، ليش اخترت بالذات مطار حمد؟ هي الحمله جاءت في اطار اصلا توقيع مذكره تفاهم تمت بيننا وبين مطار حمد. وهذه الحملة نقطة من النقاط اللي احنا يعني كنا مستهدفين فيها نوصل حق مش بس المواطنين، احنا نبي نوصل لأكبر عدد نبي في الدولة، فكنا مستقصدين مطار حمد لأن فيه بالذات ممكن نوصل للمواطن للمقيم حتى المسافر أو الزائرين. هي حملة أوكي خلينا نقول أنها هي حق الدولة، بس في النهاية احنا ننشر الوعي في الدولة وخارجها، خلينا نقول حد مسافر برا أو جاي بلادنا لازم الحد يقدر نعمة الكهرباء ويعرف شلون يروحها. والحمد لله مطار حمد ما قصر. الحمد لله. طبعا لو تكلمينا عن الفئات المستهدفة اللي انتو يعني تستهدفون، انت ذكرتي ان احنا نستهدف جميع الفئات، لكن هل يعني مركزين مثلا على الفئة الطلاب اللي في المدارس؟ هل عندكم زيارات للمدارس؟ هل عندكم يعني فئات انتو تروحون تتعنون لهم؟ بشكل عام نفس ما قلت قسم التوعية الحمد لله يوصل جميع الفئات والقطاعات، يعني من جميع الجهات الحكومية الخاصة والطلاب في المدارس. طبعا احنا وايد نركز عليهم وهم الجيل الواعد ان شاء الله. فاحنا قلنا المطار نفس النقطة اللي الكل يجتمع فيها. الحمد لله مطار حمد وزعت الحملات بشكل كبير في كل انحاء المطار مختلف الشاشات، ومنها إن شاء الله يعني إحنا يمكن نقول هاي صعب إن الطفل يفهم إن ممكن ما يلقطها بسرعة، فهاي مسؤولية الكبار.
وبعد في نفس الوقت احنا مركزين على الشباب وهم اكثر شيء يعني هم اللي ما يقصرون في المكيف. فان شاء الله يعني ان شاء الله الجهود توصلهم وان شاء الله ما أكيد راح توصلهم إن شاء الله. وأنا أعتقد أن يعني العبارة اللي أنتوا أطلقتوها لترشيد الكهرباء أكيد هي عبارة تغذي العقل، لكن إحنا راح ننتقل إلى غذاء الجسد مع حنين. يعطيكم العافية بالتأكيد ومستمتعين معكم. يعني أنا ما يحتاج أقول أي شيء عن الشيف اللي موجودة معي، يعني شيف عاشة يعطيك العافية، فخورين وسعيدين فيك. يعني يمكن حققتي نجاحات جدا كبيرة، ما قاعد أتكلم على الصعيد المحلي اللي موجود عندنا، ولكن خليجيا وعربيا ولله الحمد يعني من أشهر الطهال اللي موجودين عندنا في قطر، أطباق عديدة ومختلفة ومتنوعة، فكل كلمة أقولها قليلة في حقك. شكرا حبيبتي. أول شيء صباحكم الله بالخير متابعينا ومشاهدينا، وأهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيدة جدا أن اليوم أنا ألتقي بمشاهديني اللي من زمان ما التقيت وياهم. طبعا مثل ما قلتي الحمد لله، الحمد لله يعني شكرا للكلام اللي قلتي، وأنا أحمد ربي أن أنا وصلت للشيء اللي أنا بيه، لكن بعد في أشياء للحين. حلنا يكون في طموح زيادة بالتأكيد. للحين الطموح مستمر. لا وأنا حبيت أنه خلاص كنت قاعد تقدمين برنامج. يعطيك العافية، يعني حتى برامج كثيرة قدمتيها جدا ناجحة وجدا مميزة وكنا نستمتع دائما فيها. الله يسلمك. طبعا أنا في البداية ما أنسي يعني فضل الله سبحانه وتعالى في نجاحي، وثاني شيء تلفزيون قطر هو اللي طلعني للجمهور سواء كان في قطر أو خارج قطر. من 2006 صح شيف؟ من 2006 بدأت في برنامجي اللايف، وبعدين استمريت إلى تقريبا 2016 كان آخر برنامج لي في تلفزيون قطر. نتمنى الاستمرارية بالتأكيد، وبرامج إن شاء الله قادمة. قاعد نشوف هني الألوان الحلوة. نعم. الأطباق اللي محضرتها لنا والمشاهدين محضرة طبعا البيتزا، بس البيتزا بطريقة مختلفة جدا. تعودوا الناس يأكلون البيتزا بالطريقة المفتوحة الدائرية، احنا اليوم بطريقة مختلفة جدا. وأيضا العصيدة، بما أن احنا في فصل يعني بدأ الشتاء عندنا، العصيدة القطرية بس بطريقة أيضا جديدة كيف نقدمها. إحنا راح نكون بانتظار هذه الطريقة الجديدة، وكل مشاهدين قاعد يشوفون. بس حبيت أول شيء كيف أنت مهتمة بنظافة المكان. هذا شيء جدا مهم، لأن دائما أركز على الشيف كيف مهتم بالنظافة بالمقادير. العجينة جاهزة صح؟ جاهزة. إحنا بنقول لهم، بنقول حق متابعينا وشو المقادير اللي حطيناها، بس لأن تأخذ وقت فإحنا نختصر الوقت. نختصر الوقت. شو راح يكون عندنا للبيتزا إن شاء الله؟ عندنا البيتزا طبعا كل مكونات البيتزا طبعا وشيء راجع للشخص. نعم. نفسه شنو يحب. مثلا أنا حطيت الذرة، حطيت الفلفل الألوان، حطيت الزيتون. حطيت المشروم، الريحان، صلصة البيتزا، عندي الجبنة الشدر، جبنة المازارولا، وجبنة البرمازون. سو يعني احنا بالبيتزا أول شيء. بنبتدي بالبيتزا إن شاء الله، وأكيد راح نكمل علشان نبي نعرف شنو الصوص اللي حطيتيه في البيتزا. نعم. ولكن نروح حق زميلنا خليفة الرماحي. صباح الخير أخوي خليفة من فندق الهيلتون. الجنسية بس دائما. صباح الخير أخوي خليفة. صباح الخير زميلة حنين. صباح الخير. صباح الخير زميلة شيخة، وأيضا زميل إبراهيم. صباح الخير لكل الزملاء اللي عندكم، ونصبح على متابعينا وين ما كانوا، داخل قطر برا قطر، ودائما نخص بالتصبيحة أمهاتنا الكبار، شيباننا وعيايزنا، ونقول لهم عساكم على القوة، والله يعطيكم الصحة وطولة العمر. احنا اليوم متواجدين في فندق هيلتون الدوحة، وهناك ورشة لتدريب على علاج الإدمان على التبغ. يسرني في هذه اللحظات أن ألتقي مع السيد إياد غنيمات أخصائي علاج الإدمان على التبغ، وأيضا السيدة رشا بدر رئيسة مكافحة التبغ. وأبتدي مع السيدة رشا في البداية. سيدة رشا، أول شيء كلمينا، أول شيء في البداية نقول لك سعد الله صباحك من خلال برنامج في الضحى. كلمينا عن هذه الورشة. الله يخليك. أول شيء بداية بحب أشكر مؤسسة الرعاية الصحية على استضافتنا بهاي الورشة، وعلى جهودهم في مكافحة التبغ بقطر وبالعالم، واهتمامهم بهذا الموضوع بحد ذاته. طبعا علاج إدمان على التبغ ضروري جدا في الحد من هاي الآفة. يعني لا يكفي فقط العمل على الوقاية والبريفنشن، ولكن لازم نشتغل مع المدخنين الحاليين لحتى نكسب صحتهم ونكسب شبابهم وعمرهم. علاج إدمان على التبغ طبعا موضوع عم نشتغل عليه من 8 سنين في مركز حسين للسرطان، ومنقدم التدريب على مدى العالم العربي. اشتغلنا الحمد لله من الخليج للمحيط، وأسسنا برامج علاجية وبرامج تدريبية. الجديد في هاي الورشة انه
برنامجنا حاليا معتمد كأول برنامج خارج الولايات المتحدة يعتمد من قبل مجلس اعتماد مؤسس أو برامج تدريب الرعاية العلاج مع التبغ، بحيث أنه يقدم شهادة معتمدة دوليا للمكملين للبرنامج تؤهلهم لعلاج المنع على التبغ بكافة فئاته أو بكافة متطلباته. طبعا هو يتكون من كومبوننت أو مكون سلوكي ومكون دوائي، بتندمج في خطة متخصصة لكل شخص بحد ذاته. وزميلي رح يكلمكم أكثر عن البرنامج السلوكي أو الكومبوننت السلوكي لهذا الموضوع. نعم سيدة رشا، أيضا أنتقل إلى السيد إياد. سيد إياد، يعني اليوم حضور جميل صراحة من المتابعين أو المهتمين فيما يخص مكافحة التبغ، لكن كلمنا ما هي النقاط التي سيركز عليها هذا البرنامج أو هذه الورشة؟ شكرا كثير، شكرا لتلفزيون قطر وصباح الخير قطر، سعيدين بوجودنا في قطر بصراحة، ونشكر الرعاية الصحية الأولية على تحت الفرصة أنه إحنا نشتغل في هذا الموضوع الهام. هلا الورشة بتنعقد على مدار 5 أيام، فيها مواضيع جدا متعددة من بداية المشورة والإرشاد والعلاج التحفيزي والعلاج الدوائي، ففي جزئية خاصة خلال اليوم وبكرة إن شاء الله عن العلاج التحفيزي. الشخص المدخن هو بيعرف وعنده علم عن مدى أضرار التدخين، ولكن كيف إنه نقنعه، كيف إنه إحنا نحاول معاه إنه يتحفز إنه يقلع عن التدخين. فبحاجة للمتدربين الموجودين، الأطباء الأفاضل الموجودين، بحاجة لنقاط مهمة حتى أنهم يتبعوها في خلال التعامل مع المرضى، وفي خلال حتى أنه تزيد نسبة النجاح، لأنه نسبة النجاح يعني إذا ما كان في عنا مكونات أساسية من ضمنها العلاج التحفيزي ومن ضمنها العلاج الدوائي فراح تكون قليلة. فهذا الهدف من موضوع اللي هو العلاج التحفيزي مع الأطباء اللي موجودين. نعم أستاذ إياد، هل هناك من يستجيبون لهذه المحاضرات وهذه المناظرات وفي النهاية يصلوا إلى نتيجة بالامتناع عن التدخين؟ والله أنا بدي أحكي قبل ما نحكي عن رح يستجيبوا، أنا بتشرف إنه أنا أحكي الجروب اللي موجودين جوا، الأطباء الأفاضل مهتمين جدا وكلهم بيشتغلوا في مراكز الرعاية الصحية الأولية، فلما هم يقتنعوا أكيد رح يكون عندهم قدرة هائلة إنهم يقنعوا المدخنين، بالتالي إن شاء الله نسب النجاح رح تزيد، وأكيد في ناس أقلعوا وفي ناس بيعيشوا بحياة إيجابية جدا بدون تدخين. نعم سيد إياد غنيمات، أنا أشكرك جزيل الشكر، أخذناك من هذه المحاضرة، بارك الله فيك. شكراً. ممكن تواصل محاضرتك. شكرا لتلفزيون قطر. شكرا جزيلا. إذا سيدة رشا، يعني سؤال وباختصار سريع، يعني هل نحتاج اليوم هذه المحاضرات وهذه المناظرات للامتناع عن التدخين، أم هناك من يمتنع من تلقاء نفسه؟ يعني 100%، سؤال جدا مهم وبشكرك على طرحه. في أشخاص قادرين على الامتناع من ذاتهم، طبعا إحنا اللي بدينا غطيناه مبارح آلية الإدمان على التبغ، وهو يعد إدمان للأسف زيه زي أي مادة أخرى. أشخاص قادرين على هذا الإقلاع بحد ذاتهم، لكن في أشخاص بحاجة للمساعدة. هاي الورشة بتركز على توفير مكون ضروري لمن لا يستطيع الإقلاع بحد ذاته، واللي هم نسبتهم بسيطة لا تتجاوز 4-5% من أي مجتمع، لأنه من غير المقبول أخلاقيا واجتماعيا أنه يكون في حلول ولا نقدمها. فكان هذا هو أساس هاي الورشة، وبحب أشكر كل الموجودين عن جد على اهتمامهم، تلفزيون قطر على التغطية. نعم. يعني هذا دور كتير مهم تلعبوا بهذا الموضوع. شكرا جزيلا أستاذ رشا، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، ممكن تلتحقين بالمحاضرة. شكرا جزيلا. إذا أعزائي المشاهدين، يعني من هذه الورشة للتدريب على الإقلاع عن التبغ أو التدخين من فندق هيلتون الدوحة، نتمنى أيضا أن احنا فعلا في هذا النقل وفينا وكفينا، وأيضا وصلنا فكرة لمشاهدنا ومتابعنا الكريم أيضا للالتحاق. وهذه الورشة راح تظل 5 أيام في فندق هيلتون الدوحة، افتتحت يوم أمس، وعندنا أيضا يومين ممكن للمتابعين أو المهتمين الحضور إلى قاعة ناشرة 3 في فندق هيلتون الدوحة، وممكن الاستفادة من هذه البرامج. إذا دائما نقول في نهاية هذا النقل سامحونا على أي قصور بذر منا، والآن عودة إلى الزملاء في الاستديو. يعطيك ألف عافية أخوي خليفة، وما في أي قصور بالتأكيد، برامج كثيرة تقام في دولة قطر، حرص منها على التوعية المجتمعية بالتأكيد، موضوع جدا مهم وجدا خطير. وبالتأكيد نشكر الضيفة الكريمة على هذه المعلومات اللي قدمتها يومين، حاولوا تكونون متواجدين عشان تستفيدون قدر المستطاع من هذه البرامج اللي موجودة عندنا في دولة قطر، برامج كثيرة
بالإضافة إلى مبادرات كثيرة. طبعا البيتزا راح تكون في انتظاركم مع الشيف عاشة، ولكن قاعد نتحدث الحين عن مبادرات واختراعات موجودة عندنا في قطر، واللي دائما نشوف شباب قطر حريصين أنهم يبدعون فيها. اليوم راح نوقف عند أحد اختراعات شبابنا، هو اختراع قد يساعد الكثير من المهتمين في مجال كرة القدم تحديدا. هو عبارة عن مشروع مصيدة التسلل من خلال شريحة، هذه الشريحة تزود بملابس اللاعبين، وهي نظام لتحديد أماكن اللعيبة وبيان ما إذا كان أحد اللعيبة متسلل. راح نتحدث أكثر عن هذا الاختراع، يسعدنا أن يكون معنا صاحب اختراع مصيدة التسلل المخترع محمد أحمد لاري. محمد حياك الله. الله يحييك. يعني أول شيء احنا فخورين فيك رغم صغر سنك، ولأن أنت عندك إبداع وطموح كبير ابتديته من المدرسة، حبك للإبداع والاختراع من المرحلة الثانوية تحديداً، صحيح؟ نعم. وأنت أصلاً أردي لاعب كرة قدم في نادي العربي. نعم. مدافع؟ أي مدافع. مدافع، فالله يوفقك إن شاء الله. طبعاً علشان كذي يمكن ربطت الاختراع. أي بالضبط، حاولت نربط الاثنين مع بعض. زين، نتكلم يوم في المرحلة الثانوية وتشجيع المدرسة لك، وشون حسيت أن أنت عندك موهبة الاختراع وكيف نميتها وصولاً إلى الاختراع اللي إحنا بنتحدث عنه اليوم؟ طبعا انا شاركت في مسابقات وانشطه صفيه كثيره في المدرسه، كان يعني المدرسه يركزون على هذه الانشطه لانها تنمي الطالب اكاديميا وايضا من مهارات الحياتيه، يعني بجانب الصفوف الدراسيه في اشياء مهمه ايضا لازم الطالب انه يتعلمها. فاحد المشاريع اللي شاركت فيها اللي هو مصيدة التسلل. نعم. بس كانت الفكره يعني بسيطه مش مثل الحين، فيوم عرضت الفكره الناس عجبتهم الفكره، وحتى يعني ربعي اللي كانوا معي يعني يدعموني قالوا لي ليش ما تكمل. وبنفس الوقت يعني خلال هالفتره كانت عندي مباراه وخسرتها بسبب جول اوف سايد، فكنت معصب اقول يعني ليش ما فعلا اطبق هالفكره. كنتني بسالك شو اللي خلاك تطبقها على ارض الواقع؟ شكله صار موقف قوي وقلت لازم اسوي. إيه بالضبط، لان كنت افكر ان التكنولوجيا حاليا تحل معظم المشاكل اليوميه اللي احنا نواجهها، فليش ما نستخدم التكنولوجيا في حل هالمشكله؟ أنا أقول ليش أنا اللي أبادر وأحل هالمشكلة بنفسي، ليش أنطر غيري يحل هالمشكلة؟ زين، فأول اختراع لك هو هذا اختراع رياضي يخدم بالضبط الجانب الرياضي تحديداً. بعد إحنا مقبلين على أحداث يعني راح تكون عالمية جداً كبيرة بالضبط، فهذا الاختراع فعلاً وجوده جداً مهم. فكرته تعطيني تفاصيل أكثر؟ أنا يمكن في المقدمة قلت معلومات جداً سريعة وبسيطة عنه، ولكن كتفاصيلنا بيها منك كون أنت مخترع هذا الجهاز. باستخدام تقنية الـ RFID راح يكون في جهاز سكانر أو ماسح في العرضتين، وعلى قميص كل لاعب راح تكون في شريحه مع باركود معين. فعن طريق هذا الباركود السكانر راح يتعرف على مواضع جميع اللاعبين، يعطي الحكم يعني مواضع اللاعبين ويكشف اللاعب المتسلل. يعني اذا اللاعب كان في موضع متسلل راح تطلع اشاره عند الحكم المساعد بانه اللاعب المتسلل، فاذا الكره وصلت له وهو في هالموضع الحكم راح يصفر ويوقف الهجمه بداعي الاوف سايد. حلو، انت قلت ربعي وهلي واللي موجودين استمتعوا بهذا الاختراع، النادي ايدك ولا شنو كان رايهم في هذا المباراة؟ بعد نفس الشيء مثل ما قلت خسرنا المباراه، فكان يقول لي يلا متى تخلص المشروع. هم مستعجلين الحين شكلهم اكثر منك على هذا الاختراع. في النادي العلمي كان لك وجود بالتاكيد، وهو داعم لكل المخترعين والمبدعين الشباب الموجودين عندنا في قطر. من بعد المرحله الثانويه والنشاطات اللي موجوده نادي العلمي، بعدين مشان طموحك كبير فنبي نعرف بعدين وين بتكون ان شاء الله. الوجه القادم افكر في نجوم العلوم وان شاء الله يعني عندي اجتماع معهم خلال الاشهر القادمه وراح نناقش فيها فكره الاختراع وهل في مجال ان نطبقها على ارض الواقع. ان شاء الله نشوفك، وبالتاكيد كنا راح نصوت لك ونتمنى لك الفوز بالتاكيد، لان شاب قطري صحيح صغير في العمر ولكن كثير في الابداع وعندك طموح جدا كبير. وين تشوف الحين الاختراعات والشباب القطري تحديدا؟ هل قاعد تشوف انه كونك انت موجود في النادي العلمي بالتاكيد، هل تشوف اقبال كبير وتوعيه كثيره وصار عندهم اهتمام كثير بهذا الجانب كون انت سنه اولى جامعه وتخصص تخصص قريب من جانب انه الاختراعات؟ طبعا النادي العلمي يوفرون يعني خلال انشطتهم ورش كثيره علميه في يعني مختلف الاقسام اللي متوفره في النادي، بحيث ان ينمون الجيل القادم، يعني كل شخص يشوف شنو هي ميوله في اي مجال علمي. وبنفس الوقت المبتكرين اللي يجون للنادي، النادي دائما يدعم هالمبتكرين، يحاول انه يوفر لهم البيئه المناسبه بانهم يظهرون بهذا الابتكار ويطبقون على ارض الواقع. خلال الفترة الأخيرة يعني شاهدنا يعني إنجازات كبيرة من النادي العلمي والمبتكرين اللي دعموهم وفازوا بمراكز كثيرة في المعارض الدولية. الله يوفقك بالتأكيد أخوي محمد، إن شاء الله في الجامعة
وفي الجانب الرياضي وفي الاختراع والابتكار، وإن شاء الله نشوفك في نجوم العلوم. شكرا لك. العفو. يعطيك العافية. إذا مشاهدين اختراعات وابتكارات وإنجازات كثيرة في قطر، حريصين نحن نسلط الضوء عليها من خلال برنامج في الضحى. يعطيك العافية حنين، أنت وأخونا محمد لاري احنا استضفناه مسبقا، يعني والشريحة اللي هو سواها حق معرفة التسلل، احنا متوقعين إن شاء الله أنه طبعا يخترع أكيد أشياء ثانية. ومن الاختراع هذه نرجع لضيفتنا مريم في ترشيد طبعا استهلاك الكهرباء. يمكن أنت قلت أنه في اتفاقية كانت بينه وبين مطار حمد الدولي، بخصوص ترشيد الاستهلاك. يعني اكيد في ورش او في دورات تدريبيه انتم قدمتوها لموظفي حمد الدولي، تكلمينا عن هاي الدورات. طبعا مثل ما قلت قسم التوعيه هو القسم المعني بالتوعيه بشكل عام، بس في نفس الوقت في قسم تكنولوجيا ترشيد، هو القسم المعني طبعا بتكنولوجيا الطاقه بشكل عام. ومن هالقسم احنا طبعا نروح كل الجهات والقطاعات نغطيها، من حيث ان نسوي لهم ورش عامه وورش فنيه فيها نتكلم عن ممارسات الترشيد بشكل عام، وندخل بعدها في كل التفاصيل المطلوبه للمباني او للقطاع اللي احنا متوجهين له، عشان يكون اكثر مرشد ومبنى مستدام في النهايه. جميل جدا. اخت مريم، انت ذكرتي ان درجه واحده للمكيف ممكن يزيد عدد، يعني يزيد استهلاك الطاقه بمجرد درجه واحده. شنو تقدمين نصايح متعارف عليها بس ان الاسره والناس مو بعرف ان هالشيء البسيط ممكن هم لو عدلوه ممكن يوفرون العديد من الطاقه الكهربائيه؟ الشيء نفس رفع درجه المكيف. طبعا هي اعيد كلامك، رفع درجه يقلل من استهلاك الكهرباء بنسبه 5%. طبعا ممكن اطفاء الاضواء، هاي شيء مهم وشيء انا اشوفه مرتبط اكثر بالتوعيه. احنا الحمد لله في دوله الشعب ما يدفع فيها كهرباء، احنا الدوله الوحيده في العالم، فالدوله على الاقل تستاهل منا رد المعروف اشياء بسيطه. يعني طلعنا من البيت او من الغرفه ممكن مثلا اعلي على المكيف اكثر من الدرجه اللي انا يعني استخدمها وانا موجود في الغرفه، ممكن اسكر الليت، ولما اسكر الباب هنا انا احافظ على درجه المكان. صحيح. وانا مش موجوده فيه، يعني صحيح. عشان يوم ارجع احس ان البيت ممكن اقدر يعني اعيش فيه. الناس طبعا تقول حار واشياء شيء، لان اصلا انا اخلي الليتات مفتوحه والمكيفات كلها تنبعث منها انبعاثات كربونيه. صح. هاي الانبعاثات الكربونيه هي اللي تسوي الحراره. بالضبط. وعلى طاري تسكير الليتات، حتى يعني الحين يمكن في يعني اعطيكم نصيحه لترشيد استهلاك الكهرباء، المصابيح الخارجيه اللي هي خارجه اسوار البيت ممكن احنا الحين فيه المنظم ان انا اخلي ركبه، طبعا طريق الكهرباء يركب المنظم، انا مركبته شخصيا في بيتي، ان الكهرباء الساعه 12 او 10 بالليل انا مضبطة المؤقت اني تسكر الليتات. صح، تسكر الليتات. الحمد لله معظم البيوت ترى ومعظم الناس عندها قابليه انها تروح وتوجه حق هالتقنيات الذكيه. صحيح. فاحنا بعد احب اذكر ان حديقه كهرماء للتوعيه هي حديقه مزوده بكافه الاشياء اللي ممكن تفيد الناس من هال الأجهزة الذكية قصدك؟ أيوة، أجهزة ذكية، حتى فيها كيفية تصميم البيت حق الناس اللي توها بتبدأ تصميم، حق الناس والله اللي نقطة جدا مهمة. أنا أبي أصمم بيت أبي أعرف شو التقنيات الكهربية الذكية شلون. صحيح. أي وفيها طبعا التقنيات الذكية نفس ما قلت، في التايمر، في الحساسات حق المياه، وإحنا نشوف أغلب المجمعات ترى أغلب الفنادق هي خلاص تقريبا طبقت الحمد لله. بشكل عام أغلب الجهات والقطاعات في الدولة متوجهة حق أي ممارسات في النهاية تدعم الاستدامة، والحمد لله تدعم الدولة إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا كهرماء عندها العديد من الحملات اللي صارت والكل استفاد منها، لو تذكرين لنا عن الحملات اللي صارت والحملات اللي راح تصير مستقبلا، وكيف انه ممكن الناس اذا حابين يعرفون اخباركم اول باول وين ممكن يلجؤون، وين ممكن يشوفونكم؟ احنا طبعا في السابق قدمنا حملات عديده نفس ما قلت، منها الحملات الخاصه بتطبيق قانون الترشيد هدر المياه، منها قانون الليك
وبعدها احنا مستمرين طبعا نقدم حملات بشكل دوري بس من خلال السوشيال ميديا اكثر. فهني ممكن ادعي الكل ان يتابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي بالضبط، ففيها ممكن يتعرف اكثر على كل الحملات وكل الفعاليات اللي ترشيد تقوم فيها. يعني احنا لاحظنا ان كل الحملات تطلقون فيها عبارة مس المواطن والمقيم بشكل مباشر، كلمة تحبين توجهينها اخت مريم من خلال وجودك اليوم لترشيد استهلاك سواء كان الطاقة الكهربية او حتى المائية او نصيحة توجهينها؟ طبعا الطاقة شيء مهم في حياة كل انسان، والحمد لله دولة قطر نفس ما قلت ما قصرت لا في المواطن ولا المقيم عليها، ولها نرد يعني لو شيء بسيط. فان شاء الله يعني ادعي الكل انه يبحث اكثر ويشوف اكثر عن الترشيد وكيف ان احنا ممكن نمارس اقل ممارسات فيها ننفع الدوله ونقلل من الطاقه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله الكل اتمنى ان المشاهدين استفادوا من هذه المعلومات القيمه، ونتمنى لكم كل التوفيق مستقبلا. فعلا قطر تستحق الافضل من ابنائها. اكيد، ولازم تخفض درجه المكيف، انا احسك انت مزكم اليوم من كثر ما المكيف بارد. اي والله. الاخت مريم محمديه اخصائي ترشيد اداره الطاقه والترشيد وكفاءه الطاقه، كل الشكر والتقدير اليوم على وجودك معانا اليوم، وفعلا وجهتي نصائح جدا مهمه للجمهور. مشكورين، شكرا استضافتك. ومن ترشيد الكهرباء والطاقه نروح حق ايش؟ حق المطبخ مع زميلتنا حنين. هنا كذلك من أنواع الطاقة الرئيسية اللي موجودة عندنا هني، شاف عاشة طبعا بلشت ما شاء الله، وين وصلنا الحين؟ حطينا العجينة. احنا طبعا العجينة لازم تتخمر قبل نشتغل فيها. العجينة سهلة، هي أول شيء بنخلط ملعقة طعام سكر مع ملعقة طعام خميرة مع ملعقتين طعام طحين وكوب واحد حليب دافي، هاي بنخلطهم مع بعض نخليهم على جانب تقريبا دقيقتين ثلاثة. بعدين عندي الطحين مع الحليب، يعني بس أنا يعني دائما أفضل أن الطحين لازم ننخله، لما ينخل الطحين يعطينا يعني طراوة في العجينة ويطلع الهواء منه يكون أحسن. فالطحين وناخذ الخميرة وملح، طحين وملح، وناخذ ثلاث ملاعق طعام زيت زيتون أخلطهم بعد ويا الطحين، وأخذ الخميرة اللي سويتها نحطها فوقها مع كوب حليب زيادة. تمام. بس هذه كل المقادير نعجنها كلها مع بعض ونخليها تقريبا ساعة. ساعة يعني أنا دائما أفضل أن العجينة ما تكون أكثر من ساعة، لأن إذا كانت أكثر من ساعة العجينة بتعطيني بعدين زي الاسفنجة من داخل، مو حلوة تصير. فبس ساعة تخميرها يكون وايد حلو. طبعا أيوة طبعا شف دورات فردية وجماعية دائما عندك قريب إن شاء الله، دورة فردية بتكون معك إن شاء الله نستفيد من هذه الخطوات. بعدين احنا شوفي تعلمنا دائما ان البيتزا تكون بطريقه مفتوحه، فيمكن حتى الناس ملوا من شكلها، يعني تعرفين الواحد يمل من الشكل دائما هو على نفس الشكل، فنحاول نغير يعني. يمكن هم غيروا في دائري في مستطيل في مثلث. أيوة، في اشكال أيوة مختلفه. أيوة يعني، ولكن أيوة الحين راح نشوف طريقه شوي مختلفه. طريقتنا شويه بعد مختلفه عن الطرق الثانيه. تمام. انا بيها الحين تكون هني عندي سويتها مستطيلة. شوف كل ما العجينة تخمرت كل ما تعطيني، شوف شلون بروحها تمشي، شوفي مرونة. أيوة. لكن لو العجينة الحين مش حلوة صح وما معجونة عدل أبدا تشوفينها تكبسين عليها نعم علشان تسوي، لكن لأنها هي متخمرة وخلاص زينة صايرة عندي خلاص. طبعا الحين أول شيء بحط صوص البيتزا. صوص البيتزا أيوة طبعا نقدر نسويه في البيت، اللي هو بصله واحده ونخلي طماط في البلندر تقريبا. أيوة. خمس طماطات في البلندر، بحمر البصل. اذا في ناس تحب ثوم تقدر تحط شويه ثوم، ما يحبون مو لازم، انا يعني مثلا ما احب الثوم في البيتزا. فبس وتحط فوق طماط صلصه وفلفل احمر بودره، وتحمر البصل وتحط الطماط وكل شيء وتخليه على نار خفيفة علشان يغلظ.
يعني نخلط كل هذه نخلط كل هذه المخاطر. آخر شيء أوريغانو اللي هو الزعتر البري بالخلاط. الزعتر بروحه اللي هو أيوة الموجود عندنا. الزعتر البري نحطه على الصوص وهو فوق الفرن طبعا. الصوص راح ينحط على كامل البيتزا ولا بس على سايد معين؟ لا بس بحطه مني الحين على جهة واحدة. أيوة. فقط على جهة واحدة بس. شوفي بس الحين عندي هني طبعا اي شيء يبون هم يعني الناس يبون ينخلط وياه ممكن ان احنا نخلط في خلطه البيتزا. الحين ناخذ روات الموجود عندنا مع بعض. زيتون مع ذره مع فلفل الالوان مشروم كله مع بعض. بس ابي هاي الريحان. طبعا يتم استبداله دياي اللحم يعني حسب اللي يبونه. أرغانو اللي هو الزعتر البري حطيته في الصوص. الريحان شوفي ريحته. ريحته جدا جميله فرش. حق البيتزا حق يعني خصوصا الاكلات الايطاليه دائما هم يستخدمون الريحان. تمام الحين راح نسويها بالخضروات اللي موجوده عندنا. ايوه نعم. الحين خلاص باخذها وباستطاعتهم يستبدلونه باللي يبونه. ممكن نضيف عليها دجاج مسلوق او محمر ممكن لحم مفروم ممكن اي شيء يعني الناس تحبه. الحين بحط الخلطه مالتي يعني انا احس حتى حق اليهال عمليه اكثر من البيتزا المفتوحه جدا سهلة. بنشوف طريقة اللف شلون بتكون. أيوة. هي اللي فيها حرص الشغل. هي كلها تعتمد على الطريقة. أيوة. فعلا ناخذ شوية من الصوص نحط فوقه بعد. والحلو انه حتى يمكن الام مع عيالها تشارك الفكره ويسوون يطبقون هذا الشيء لان كل مكونات بسيطه وسهله يعني بالضبط. تنفع حق فطور بالضبط. تنفع حق غدا حق عشاء اي شيء. أيوة. شيء حسب ناس المكونات اللي نعم. تنفع وياهم. شوفي شلون طريقه يعني انا ويا احفادي دائما في الويكند لازم يا كوكيز يا معجنات لازم هم يشاركون معك في الطب. عندي واحد يحب مثل ابوه. هاي خلصنا منها. هاي خلصنا منها. شوفي الحين احنا لفيناها خلاص. الحين ايش بسوي؟ هني الشغل لازم الكل يركز. ما لفيناها كامل للنهاية. اي بس هاللون نسويها شرايط. للحين سهلة ما فيها صعوبة. لا سهلة جدا. نلفها شوي بعد. الحين ناخذ هذيلا اللي قصصناهم طيب الحين بعد ما نكمل من هذه المرحلة كلها. أيه؟ بهذه الطريقة بهذه الخطوات اللي قاعد نعم. يشوفونها مشاهدينا بطريقة اللف علشان يكون الشكل النهائي للبيتزا اللي راح نشوفها إن شاء الله. أيه؟ بيتزا شيف عاشة راح تكون لأنها يعني مميزة خاصة فيك. أيه؟ راح يتم وضعها بالفرن لمدة على درجة الحرارة تكون 200 وتقريبا من 8 دقائق لين 10 دقائق تكون استوت خلاص. تمام احنا اكيد المشاهدين شافوا هذه الخطوات وكيف سويناها وطريقه اللف تحديدا واكيد راح نحطها بالفرن بس راح ناخذ فاصل بعد راح نكمل التواصل. فاصل. نرجع لكم مجددا مشاهدينا ومستمرين معكم في فقراتنا المتنوعة. طبعا احنا ننطر البيتزا بس ان حطوها في الفرن فعلى ما بال البيتزا تجهز احنا راح ننتقل الى الرياضة واهميتها وتحديدا الى رياضة المشي وفوائدها ودور التغذية الصحية في نمط الحياة بشكل عام وللرياضيين على وجه الخصوص. ومعنا اليوم راح تكون نورة الوحيمد اخصائية تغذية علاجية ومدربة شخصيا. رحب فيك وصبح عليك بالخير. اهلا شرفني طبعا استضافتكم لي وهو موضوع جدا شيق ومهم
في حياتنا، حلو ان نركز عليه ونبني عليه صحوه صحيه، معلومات رياضيه غذائيه. حلو ان ندمج بين الرياضه والغذاء، لان في ناس تفكر ان الرياضه شيء. انزين نوره، قبل احنا ندخل في رياضه المشي، نتكلم عن اهميه المشي. يعني اليوم احنا نشوف الكل يبي يمشي، يمكن يعني حتى المكان اللي نمشي فيه بعد ياثر علينا. فنتكلم اول شيء عن اهميه المشي واهميه المكان ان يكون مناسب عشان نمشي. اهميه المشي طبعا لها اهميه كبيره في حياتنا. اول شيء تعزز المناعه، وهي الشيء اللي احنا نحتاجه عشان نقاوم الامراض، ما نكون دائما في المستشفى ومرض وناخذ ادويه. غير ان تعزز المناعه تفيد طبعا النساء بشكل خاص، تحمي. وفي دراسات وايد عالميه امريكيه ايضا وبريطانيه اثبتت ان النساء اللي يمشون على الاقل 7 ساعات في الاسبوع بس، هاي يعطيهم حمايه من سرطان الثدي. وهاي الشيء طبعا بالنسبه احنا كحريم لازم نركز عليه، يعني يكون عندهم الخطر 14% بس، غيرهم اللي ما يسوي رياضه يكون عندهم معدل اعلى. غير سرطان الثدي ايضا يعطينا شعور بالثقه. الانسان اللي يمشي عنده ثقه بالنفس، ليش؟ لان عنده هرمون الاندروفين يعزز في نفسه ان انا اقدر. مشاعر تكون مشاعر ايجابيه تطلع. أي بعد ايوه، وتعطيه الدافع والشغف ان انت تقدر. غير هاي يكون خالي من الامراض نفس ما قلنا، ليش؟ لان عنده هرمون حرق الدهون اللي هو الكورتيزول يكون مرتفع لما مثلا انسان متعود انه يمشي، غير الانسان الكسول القاعد اللي ما يمشي، فيكون عنده تكدس دهون اكثر، تحسينه سلبي شوي، كله قاعد تعبان، ما يقدر يعطي. صح. ما عنده طاقه. فاهميه المشي يعني كثيره، ما نقدر احنا طبعا نحصيها في لقاء، بس هاي الاشياء يعني اكثر الاشياء المهمه ان الانسان يركز عليها. انا ابي اعيش حياه صحيه، انا لازم اقل شيء امشي في اليوم نص ساعه ساعه. اما اني انا اقول مثلا بمشي 3 ساعات، في ناس تمشي 3 ساعات ساعتين، ليش انا امشي وايد وبعدين اوقف؟ غالبا ما يستمرون. أيوة. الناس اللي فهاي الخطا الشائع يعني في المجتمع. لازم الانسان ياخذ له قاعده في الحياه اللي هي قليل متواصل خير من كثير متقطع. يعني احسن من انا مثلا امشي 3 ساعات ساعتين وبعدين اوقف، او مثلا ما يكون عندي شغف. لما انا اعرف اهميتها نفس ما قلنا انها تعزز المناعه، تعطيني شعور بالثقه، تبعدني عن الامراض، حتى السكر والجين الوراثي. نعم. نشوف احنا الحين اطفال فيهم سكر علاج المشي. صح، لانه ما يمشون قاعده ومطاعم واكلات. اذا حتى المكان اللي يعني انت تختارين عشان تمشين بعد لازم يكون مكان مناسب. اي يعني هاي النقطه وايد مهمه طبعا، لان في ناس تقول لك انا مثلا بشترك جيم، وليش هم يوقفون؟ لان يشتركون جيم، بقعد جيم وقدامي جهاز وبمشي، زين لمتى؟ راح احس بالملل. غير مثلا ما شاء الله الحين ما شاء الله دوله قطر يعني فيها متسع للرياضه بشكل ما تتصور. انا في حتى في الشارع ممشى، في مكان حق السيكل، حاطين لك حتى في الكورنيش. يعني طبعا احنا الحريم ما نقدر نسوي التمارين اللي في الكورنيش، بس انا ما شاء الله اشوف والله يعني في حريم الفير يعني على الساعة مثلا 5:30 6 قبل تطلع الشمس، والله تشوفينها تمشي وتستخدم الأجهزة لأنه يكون هدوء وما في أحد. أنا ما أشوف أنه في عيب لما أنا أهتم في نفسي وفي الرياضة وأستخدم الأجهزة والأشياء اللي تتيحها الدولة. صحيح. أفضل من أني أنا أروح جيم للأمانة يعني، واقتصر على الجيم لفترة معينة عشان مثلا انزل وزن. طبعا بالنسبة حق الريايل مثلا يحط لهم هدف ان ابني عضال وكذي، بالنسبة حق الحريم عشان انا عندي عرس وبي انزل والبس فستان ضيق وكذي، عقب ما يوصلون لهدفهم عقب هدينا الجيم. يعني شوفي مثلا اشترك جيم 3 شهور، هو كم راح؟ شهر. زين من مستفيد للأمانة؟ الجيم المستفيد. مستفيد الجيم لأنه هو كشخص ما يعني ما استفاد، بس شهر. زين في شهر ترى ما تتغير عادات الشخص نفسه. صحية يعني صحية. حتى علميا يقول لك ان الشخص اللي حاب انه يبني حياه صحيه يحتاج 6 شهور لتغيير عاداته السيئه. انا احس ابراهيم يبي يسالك سؤال خاص في الريايل، ما ادري ليش. لا لا ما في الريايل، انا خاطري ودي اعرف انه هل في وقت معين مثلا، هل يفرق المشي في الليل او الصبح او الفير او
كل الأوقات يعني مهمة، لكن بالنسبة لي أنا أشوف علميا حتى الصبح هو أفضل شيء. ليش؟ لأن نفس ما قلت لك إنه يكون مستوى حرق الدهون والهرمون المسؤول عن حرق الدهون الكورتيزول في أعلى مستوياته، فيعطيني تمثيل للتمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية الزايدة اللي دشت جسمي مثلا اليوم اللي قبله بشكل أسرع من لما تكون في الظهيرة أو في الليل. بس مثلا أنا ما قدرت والله أمشي الصبح، مو غلط اني انا امشي الظهر، اولا الظهر يعني مو ان حزت الشمس يعني العصر انزين بعد الدوام، ترى على فكره تخفف اعباء العمل. يعني احنا نشوف مرات في العمل تصيدنا ضغوطات حياه وفي ناس للاسف تدمج بين ضغوطات الحياه والمنزل فيدخل في مشاكل اسريه وفي قناعة عنها، فالرياضه هني تكون لها حل. ليش؟ أنا مثلا ممكن والله أمشي ودائما الصديق سيء، يعني سيء هذا نبتعد عنه، ناخذ الصديق اللي يحفزنا على المشي. زين احنا ما بيقطع كلامك الا بخير، احنا راح نمشي، بس راح نمشي حق زميلنا عمر الشمري في أكاديمية أوسكار في عين خالد، وصبح عليك بالخير يا عمر. صباح النور والعافية عليك الزميلة شيخة المناعي، تحية لك وتحية للزميل إبراهيم الجفيري وأيضا باقي الزملاء في الاستوديو وجميع مشاهدين شاشة تلفزيون قطر. مشاهدينا بأجواء حقيقة حماسية ومفعمة بروح الحيوية، أقيمت اليوم فعالية هنا تحت عنوان كلنا مسعف في أكاديمية الأوسكار في منطقة عين خالد. مسرورين جدا اليوم أن تكون معانا أختنا أميرة الخياط واللي بتكلمنا عن دورها ودور الأنشطة الكشفية في هذه الفعالية. مرحبا ومسهلا فيك. هلا أخوي، أهلا فيك. طبعا احنا حملة أنا مسعف هي حملة مدرجة في خطة جمعية الكشافة والمرشدات القطرية لهذا العام، وتم إدراجها وتم تدشينها في أكاديمية أوسكار من القائدة سوسن قائدة الأشبال في جمعية أوسكار، وأيضا بالإضافة إلى مديرة المدرسة وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر. طبعا تدشين حملة أنا مسعف، احنا عندنا شارة في جمعية الكشافة وجمعية الكشافة والمرشدات القطرية اسمها شارة المسعف. شارة المسعف نعطيها للشبل أو للطالب عندنا بما أن سنه صغير، نسوي له دورة للإسعافات الأولية للجروح البسيطة، يعني الأشياء اللي يتعلمها بسهولة بالنسبة له يقدر يتقنها حسب سنه. نعم أخت أميرة، هذه الشارة اللي عندي هل هذه اللي يحصل عليها؟ مو بهذه، لكن هذه حصلنا عليها أول ما دخلنا علشان نشارك في هذه الفعالية الحلوة. حقيقة كلنا استفدنا من هذه الفعالية وقدمت فيها معلومات قيمة. من الضروري أن الطفل في سن مبكرة يبدأ التعرف على مثل هذه المعلومات ومن ثم أنها تمر عليه تكرارا علشان ما ينساها. أهمية أنه تتكرر مثل هذه الدورات. طبعا لازم تتكرر مثل هذه الدورات بما أن إحنا حياة كشفية، يعني نطلع الطلاب مخيمات، فلازم يكون عارف، أو مخيمات أو رحلات حتى مدرسية، لازم يكون عارف بعض الإسعافات الأولية البسيطة حتى أقل شيء ممكن يعرفه اللي هو مثلا رقم تليفون الإسعاف، شلون يتواصل معهم، شلون يعطيهم المعلومات سواء كان مثلا حدث في البيت أو في المدرسة أو في الشارع. نعم أخت أميرة كل شكر لك. أرقام الإسعاف حاطينها على العلب، العلب علب الفطور اللي وزعوه على الأطفال، كل شكر على البادرة جدا رائعة، شكرا لك أخت أميرة. أيضا معنا اليوم الدكتور أحمد إدلبي. الدكتور أحمد تفضل يبا. مرحبا، بداية الله يعطيك العافية، كيف حالك؟ حياكم الله، أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. نعم حقيقة حنا اليوم استمتعنا بالشرح المكثف اللي ألقيته من خلال هذه الفعالية وتطرقت إلى نقاط عدة. كيف يتجاوبون الأطفال معاك لما تقدم لهم هذه يعني الدورات بالإسعافات الأولية؟ حقيقة نحن في الهلال الأحمر القطري ومركز التدريب والتطوير نقوم بإيصال الرسالة، إعداد الرسالة وإيصالها إلى المجتمع وخاصة الأطفال. الرسالة هي رسالة توعوية، نقوم بعملية التوعية وإيصال المعلومة وأيضا التدريب حتى نحن نأسس عندهم مهارة، وهالمهارة هيدا ضرورية جدا جدا في الحياة لمواجهة الطوارئ بشكل أنواعها وخاصة الإصابات اللي بتصير لهم نفسا أو لزملائهم في الأكاديمية أو في أي مكان أو حتى في البيت يعني. نعم يعني دكتور حنا رأينا اليوم حقيقة أشخاص بالغين أيضا كانوا يحاولون يشاركون بالدورة ويأخذون معلومات. أهمية أن الكل يكون متفاعل، لأن هذه الأشياء ممكن يعني لا سامح الله الحوادث تقع في المنزل في البيت في الشارع. أهمية أن الكل يكون مطلع على هال يعني الأوليات، خلنا نسميها أوليات الإسعاف. كلمة أنا مسعف أو شعار أنا مسعف شعار رائع جدا، يجب أن يكون أنا
تمثلني أنا شخصيا والطفل والكبير والصغير وكل أفراد المجتمع. المفروض في كل بيت يكون في مسعف، في كل مكان يكون في مسعف، الشخص نفسه مسعف لنفسه، بينقذ نفسه، بينقذ حياته وحياة الآخرين. والتفاعل اللي كان اليوم حسب طريقة التدريب وطريقة الشرح كانت عبارة عن رسالة متنوعة وفهمها يعني وصلت للكبير والصغير. وأنا من خلال التدريب رأيت على وجوه الناس وعلى التفاعل اللي صار أن الرسالة وصلت تماما، والحمد لله رب العالمين كان التجاوب والتفاعل بشكل جيد، وعطى لهذه الفعالية ولهالنشاط هذا في أكاديمية أوسكار الطابع الجيد والطابع الممتاز والنتائج المثمرة بصراحة. والله وأنا واحد من الأشخاص حقيقة استفدت، وضيفت لي معلومات جديدة من خلال تواجدي اليوم. الدكتور أحمد إدلبي كل الشكر لك، شكرا. حياكم شكرا. الله نعم. إذن مشاهدينا بعد هذه التغطية من عين خالد إلى الزميلة حنين في الاستوديو. يعطيك ألف عافية زميلنا عمر، شكرا لك ولضيفك الكريم وهذه الحملة المميزة. ومن أكاديمية أوسكار مستمرين في استوديو في الضحى. البيتزا في الفرن، خلاص في الفرن. لا بعد سويت لكم نوعين، أي سوينا واحدة بالجبن وسوينا واحدة بالش اسمه بالخضروات. بالخضروات قلتي أي. لهم يعني خلاص نفس بقول في الأخير يشوفونها نفس الطريقة. بس إن هذيك حطينا فيها جبنة بيضة، خلطنا معها جوز، خلطنا معها شوية فليفلة حمراء يعني كذي. وبالنسبة للحين لما البيتزا تستوي راح نسوي العصيدة. أيوة. المقادير اللي موجودة عندنا. المقادير عندنا الله يسلمك كوبين إلا ربع سكر حركتهم مع، وبعدين حطيت عليهم 5 أكواب ماي مغلي. خلاص الحين هذه هني يعني كرملت السكر وحطينا الماي الحار. الحين بضيف الطحين، بس أبي قبل لا أضيف الطحين بحط ملعقة صغيرة من الهيل. الهيل أيوة. وشوية من الفلفل الأسود على حسب عاد إيش كثر الناس تحب الفلفل الأسود. وشوية من الزنجبيل المطحون البودرة يعني. بس وهذه حق البيض. هاي حق البيض، 3 بيضات راح يكونون فقط. أيوة نسوي البيض. طبعا راح نسوي رقم قياسي في التجهيز، لازم عندنا وقت معين نخلص فيه. يلا ان شاء الله البيتزا والعصيدة. خلطنا كل شيء مع بعض. هني عندي الماي، شوي شوي احط الطحين واخلط على نار تكون هادية. هو المفروض الحين احط الماي البارد لانه صار شوي بارد، فانا ما مو يعني هالكثر شايل هم انه يتكتل. أيوة. عرفتي انا ليش احط ماي بارد؟ لما اسوي السكر اخلط السكر اكرمل السكر واحط فوق الماي الحار، بعدين قبل لا اضيف الطحين احط ماي بارد كوب ونص تقريبا. ليش؟ علشان ما يتعقد عندي الطحين، لان الطحين مع الشيء الحار بسرعه يتعقد. فالحين نقدر نضيف هيل زياده بعد، لان انا احب الهيل. شنو؟ الهيل. هيل إذا حبيتي زيادة تقدرين، بس يعني أنا أحس كمية ملعقة صغيرة وايد تكون زينة، عشان يعني ما يصير شيء طعمه فوق الثاني. تمام. وعادة كم يستغرق؟ أيوة يكون كله متناسق. وكم يستغرق الوقت للانتهاء من العصيدة تقريبا؟ العصيدة ترى أسهل شيء في الدنيا يعني بالطبخ. إنه بس تشوفها الحين خلاص إحنا خلصنا؟ تقريبا أيوة خلصنا خلاص، بس باقي البيض. أبي مقلة إذا تعطيني مقلة إن شاء الله. أيوة بس الحين أبيه بحط الزبدة تقريبا 50 جرام زبدة بحط، هذا 50 جرام زبدة. عاد احنا حاطين في أكثر من مكان فلازم أدوره وين حاطينه في ال، نحط الزبدة ونخليه خلاص نقعد نحرك ما نشيل يدنا على أساس ما يرسد. أيوة. عندي في قاع الجدر كلها 2 دقيقة والعصيدة بتكون جاهزة. الحين بدأ يثقل عندي الطحين. عندي هني ماي بارد فراح نخليه يتحرك لين يصير متماسك. اي الحين بحط. بتحطين الماي بارد ولا ماي دافي؟ اي ماي بارد، كوب ونص ماي بارد بس. هذه الزعفران ما راح نحط؟ لا مع العصيده ما تحط، ما نحط فيها زعفران. في الخبيثه نحط زعفران. ايوه زعفران. انا ما شفت كميه الزبده اللي حطيناها. 50 جرام. 50 جرام. أيوة. خلاص تقريبا. ايوه بس دي هاي تقريبا الحين قاعده تستوي.
فاحنا حطينا الهيل يعني الحين وحطينا كل شيء. في ناس تحبها شويه جامده، في ناس تحبها سائله، انا احبها جامده اكثر. انت تحبينها جامده؟ ايه؟ يعني تقريبا الحين كذي. ايوه. اوكي وصلت. بس شوفي الحين كذي ممتازه، بس لما تبرد شويه بتصير جامده اكثر. فليش انا اسويها شويه اكثر ليونه علشان الطحين يشرب، فبعدين بتصير جامده اكثر. فيبي لها شويه ماي. وعندنا هاي البيض ومكوناته. أيوة. وش بنسوي؟ أيوة. بنحط شويه ملح وبنحط وهيل بعد. هيل. أيه. وكركم ودارسين. أيه. يلا. أيه. عشان الوقت. يلا شاطره. بعد البنت لازم نساعدهم. ها صح، روحك الله يحفظك ويطول بعمرك حبيبتي. هذه تقريبا خلصنا. لين ما تصير العصيده نروح لهم في الاستديو الثاني. خلاص شيخة وابراهيم حسكم جعتوا خلاص. ها احنا مو بالسالفه، مو بدنا جعنا، احنا السالفه يعني نتكلم عن الرياضه والدايت وني عندكم حريقه. لا لا مو حريقه، بس هو الطحين بس. هذه الطحين هو كان مشفشف صح؟ الطحين طحينكم كان مشفشف ولا طحين ابيض ولا طحين بر؟ الطحين ما في شيء محمصته الطحين، المهم انه كان الطحين محمص، المهم وانه غذاء كله مليان سكر. احنا نرجع معاك لورا، يعني احنا قاعد نتكلم عن التغذيه ونتكلم عن اهميه المشي. يمكن ناس كثير يشوفون ان رياضه المشي رياضه بسيطه او ما تنحف، لكن مع الاستمراريه طوال العمر تساعد في المحافظه على الوزن. هل عرفة أنا؟ صحوة صحية. إيه وصحية إن هي أيضا حتى تخليك أنت يعني صحية ونفسيا شد للجسم. هي طبعا من أفضل الرياضات، اللي يستهين فيها ما يعرف مجال الرياضة. ليش؟ المشي ممكن أنا يسيدني موقف مثلا أو ظرف ما أقدر أسوي رياضة، لما أكون على مستوى عالي من الرياضة لفترة طويلة وعقب أترك إيش بيصير؟ أبدي بسرعة أزيد وتكدس عندي الدهون وتبدي تطلع لي الزوائد. لكن لما أكون ماشية لو ما نقول مثلا 3 سنين 4 سنين مشي وصادني ظرف ما مشيت شهر ما راح يأثر علي، بالعكس المشي شد للجسم، نفس ما قلنا ثقة للنفس، نبتعد عن الأمراض، يساعد على التمثيل الغذائي، يساعد على حرق الدهون. اللي يقول لك إنه ما ينحف ما يعرف الرياضة. وايد مهم المشي. أستاذة نورة، في ناس يعني تشوفينهم يسوون رياضة ويمارسون رياضة وكل شيء، بس يقول لك عند الأكل ستوب، أنا يعني ما أقدر يعني الأكل شيء ثاني، بس أنا في نفس الوقت ببدأ في الرياضة. هو الصح إن أنا ما أحرم نفسي، أنا داخل على دايت، أو مثلا أنا شخص داخل على دايت لازم أنا أكل كل شيء، ما أحرم نفسي لأن أنا ما راح أتم طول حياتي محرومة، ولما أحرم نفسي فترة راح أرجع مثلا نزلت 3 كيلو راح أرجع 6 كيلو. الذكاء إن أنا أعرف كم السعرات الحرارية اللي يحتاجها جسمي، معدل الدهون، البروتين والألياف اللي يحتاجها جسمي، بالتالي أنا أقدر أكل أي شيء لكن أحافظ على الدهون، يعني ما أكل هالكثر سكر ولا الدهون هالكثر. أشوف كم حلوة العصيدة، هي حلوة يعني مزة مرة مرتين، بس إحنا ما نحط لنا قفشة قفشتين صحن يعني ملة شيء على الخاطر يعني. زين يعني من المعلومات الصادمة مثلا، إحنا الحين موسم عنن، كم شيبس عمان مشهور ما في حد ما ياكله. اه شيبس عمان الحين الحين بيسكرون العالم التلفزيون ما يصير. لا والله شيبس عمان الواحد قريب 500 سعره حراريه، هو وجبه مك نفس الشيء. انت ما تدرين نوره الحين الحين راحوا المنتج المحلي بفكي قطر قام يحطون الحين في البرجر وقام يحطونه في بفكي قطر. ذاك اليوم اشوف عمتي قاعده تاكله، انصدمت لما لفيت قلت لها والله روحي اخذي من ماك افضل بعد، لان ماك نفس السعرات. شوفي ماك على انه عالي السعرات. هذه الاشياء اللي احنا نقول مزه شيء عصيده بعد مزه. ترى ممكن تعطيك انت مثلا كاحتياج المراه الطبيعيه اللي ما فيها زياده وزن تحتاج 1800 سعره حراريه، انت ممكن تاخذين من هالخرابيط قريب ما يقارب او يصك على 2000 سعره حراريه، زين واللي بتاكلينه؟ يعني انت ممكن توصلين ل 3000 سعره حراريه، بعدين نقول ما ناكل شيء نمتن من الهواء، شلون؟ انا ما اكل ما ادري ايش في جسمي يمتن، شلون؟ انت الحين طلعتي فضايح العالم لان احنا يعني مثل اليوم بالذات وايد حلو ان احنا هنا من تلفزيون قطر نقول ان احنا عندنا صحوه صحيه، احنا من دكتور دايت باور بمساهمه مبادره شباب 22 الكاس العالم 2022 وبالتعاون مع قطر العمل التطوعي. اليوم راح نقدم ورشه على مستوى قطر وايد مهمه وحلوه، وعنوانها تاثير التغذيه الصحيه على نمط الحياه بشكل خاص للناس كلهم والرياضيين يعني ايضا.
ليش نقول التغذية الصحية صحوة نحو مجتمع قطري أفضل؟ الحين قطر ما شاء الله عمار في الرياضة، صحيح. عمار لاستقبال كأس العالم 2022. إحنا كشعب من مهمتنا ترى ومن واجبنا إن إحنا نكون ناس صحية، ما يصير إحنا مكرشين ودهون وزوائد والله، صحيح. وبعدين إني نقول مثلا نروح على طول على القص، ترى على فكرة القص ترهل، وبعد القص راح تدشين على شفط، وبعد الشفط راح تدشين على شد، وهلما وجرى من العمليات يعني. اللي احنا في قناعة عنها، ومو كل جسم ترى يتحمل، صحيح. يعني انا كأخصائية تغذية علاجية في مجالي انا اعرف يعني، واحنا درسنا ومتعمقين وهاي تخصصنا في عمليات القص والبولون وهذه الاشياء. والله انا حتى لما اشتغلت في عيادة السمنة في مستشفى حمد، عمري ما اقول روح وخذ قص، خذ موعد قص، لا، أنا أقول لو أنت إن شاء الله موربد أوبستي، لو أنت كتلة جسمك على 40، لو أنت شنو، لو يقول لك روح قص، قل لا، أنا تحدي بيني وبين نفسي وأقدر. مثل ما أنت إنسان تشم هوا، الحمد لله إحنا مو ميتين، أنا دامني مو ميتة أنا أقدر أنجز وأقدر أعطي، صحيح. وأقدر أغير حياتي توتالي. إحنا عندنا في دكتور دايت باور، والله إن في ناس غيرت حياتها 360 درجة. والله ترى كلامك صراحة، كلامك حلو، كلامك جميل جدا طبعا. يعني اخذنا نور الحميدي يعني اخصائيه تغذيه علاجيه وايضا مدربه شخصيه. احنا وصلنا لختام فقرتنا اليوم، كان فقرتنا اليوم نتكلم عن ايضا المشي والغذاء الصحي. نشكرك طبعا على تواجدك اليوم معنا. طبعا كل الشكر لك الاخصائيه نوره، احنا تمنينا ان المشاهدين استفادوا ومثل ما احنا استفدنا اكثر. طبعا مشاهدينا الكرام راح نطلع فاصل ولنا عوده باذن الله. الشيف عاشدة بتقول لكم سر من أسرار المعجنات، حياكم الله. تقريبا احنا خلصنا، وصلنا الى نهاية الحلقة، كل شيء جاهز. نقول لهم السر، السر، أيوة. السر ان احنا لما نطلع اي معجنات نسويها، خبز، معجنات، لازم يكون عندنا سبراي ماي، نرش شوية بالسبراي ماي ونقطيها، تمام. تقريبا 5 دقائق 7 دقائق، تعطيش ان شاء الله اسبوع تاكلين فيها ما تصير يابسة، وهذه النتيجة تكون النهائية. ايوه، هذه سويناها بالجبن خلطه الجبن، جبنه بيضه مع جبنه كيري مع جوز مع شويه فلفل حار مع فليفله بارده مع بقدونس او ريحان اللي يبون نعناع. وعندنا هني هاي البيتزا اللي سويناها بالخضار، وعندنا هذه الصغيرات الكنافه بالعصيده، عصيده بالكنافه بين الشرقي وبين الاقطري. زين، انا بسالك يوم سؤال، انت مساعي متحطين طحين، يمكن ما سمعتيني اسالك الطحين، انت طحين رقم واحد ولا رحم اثنين؟ طحين رقم اثنين، ولازم تحمرين الطحين طبعا. شفشفة احنا نقول. ايوه بالضبط، بس احنا عشان نتكلم بلغه يفهمونها كلهم. اي، نحمص الطحين شوي، نحمص الطحين، لازم يصير شويه شكله بني فاتح، وبعدين نضيف له الدارسين والهيل والزنجبيل، أيوة. والفلفل الأسود، هاي الأربع مكونات نخلطهم مع الطحين وشوي شوي على السكر اللي حرقناه. وأنا أفضل إن السكر لما نحرقه، طبعا نحط 5 أكواب ماء حار ونخلي السكر كله يذوب. قبل لا نحط الطحين لازم 1.5 كوب ماء بارد، أو نخليه شوية يبرد وبعدين نضيف الطحين، يسهل عليك العمليه ما يتعقد كلش الطحين. شف عاش، انا ساعدتك وايد صراحه. ولا يهمك، سالي اللي تبيه. انا سالت الحمد لله، بس الحين ابيهم هم يذوقون. احنا بنجرب صراحه، وانا اشوف الاطباق يعني حرام نخربها حق تصوير يعني صراحه. زين، اخذ هذه الحبه. من وين من وين انت تشتغلين؟ زين، يلا ذوق حبه. اي، خلينا نشوف. لا ذوق كلكم تشوف. المكس يعني انا خلطت كنافه مع عصيده. زين، وشف عاشة بالنسبة حق التقطيع للبيتزا، عشان أنا بشوف وجهه شوية وهو ياكل. عجيب والله. زين، وبالنسبة حق البيتزا، زين، نقطعها بطريقة حق بالسكينة حقنا احنا، شنو حق الأطفال، حتى حق الأطفال تقدرين تقطعينها، بس كطريقة تقديم حق الطفل تكون أسهل. شوف شلون تبينها، واحدة واحدة، تبينها ثنتين شوية أكبر. زين، أعطيني قطعة صغيرة خلنا أذوقها. أشوف هاي اللي سوت حنين. لا سويت هذه، عشان اخاف تسمى مالها. لا تجربيها، خلاص خلي فراني. شوفي هاي فيها جبن، ها، انواع الجبن. الحين هذه انزي حق
حق ال شاف عاشة ترى هي قاعدة تقصدك شي تشوفك انت سويتي وقاعدة تقول عنك لا لا هي تدري تدري انت ما تدري حنين 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 لا تفتنين بيني وبين شيخة ايوه كوهي شفتي قاعد تقول تسمم لحظة باروق عشان ما بعد ما تقولي بعد ما هي قاعدة تخنادوك وقاعد نتكلم عن طريقة التقطيع يفضل انها تقدم مقطعة على ما اعتقد عشان تقولي إيه إيه ان طبعا الواحد يقدر ياخذها حتى لما نبي نقدمها يلا تفضلي يعطيك العافية يلا عندي 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 تفضل شيخة ها رايك سممتي نطلب الإسعاف ها شيخة شوفي ساكتة شلون تمام ساكتة شيخة خير قاعد تستمتع خلوها قاعد تستمتع تبلع تبلع معادي خلوها صراحة لذيذة 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 جدا بالذات الخضار تشكيلة الخضار اللي فيها ايه. خضار يعني تحسينها فرش فعلا عارفين أنا دائما لما أسوي الشيء في فكري منه الأطفال دائما الأطفال ما يحبون ما يحبون يأكلون أشياء وايد صحيح. من الخضار فإحنا لما نسوي البيزة بهاي الطريقة ونخش لهم وممكن نقطع صغير صغير ما حتى ما يشوفون شكل صح يقدرون يأكلون بالذات الخضار اللي ما يحبونها الأطفال حلوة صدق محافظة على رطوبتها شفتي هوا هذه الماي رشة الماي عقب ما نطلع من الفرن هذه سر من أسرار المطبخ يا مشاهدينا إلا حق مشاهديني الكرام يعطيك العافية واحنا حريصين يكون دائما معانا شيف يعطينا السر من أسرار نطلع على العالم الخاص فيه كون ان انت عندك كتب كثيرة وعندك تاريخ كثير كل مرة قاعدة تعرفينا بطبخ مختلف بيتزا بطريقة وشكل مختلف يعطيك ألف عافية الله يسلمك شكرا لك وتواجدك بالتأكيد معنا شكرا لكم شكرا لك طبعا شيف عاشة تميمي طبعا تحفتينا بإبداعاتك ويعطيك العافية الله يسلمك يمه كل شكر لك شيف عاشة التميمي صراحة أنا بعد بعد البرنامج بقعد هني وبشيل الغترة عليكم بالعافية عليكم بالعافية يا مشاهدين أتمنى استمتعتوا بحلقتنا لهذا اليوم روحوا طبوها في البيت لأنها جدا سهلة شكرا لكم طبعا نتمنى أن استمتعتوا في فقراتنا المتنوعة واستفدتوا الكثير مثل ما احنا استفدنا ولا تنسوا أن تتابعونا بكرة على نفس الموعد بإذن الله ومثل ما بدأنا صباحنا بأجواء سعيدة ومليئة بالسعادة أيضا رح ننهيها ب حياة سعيدة بالأكل الموجود معنا مع السلامة